يا مساء الخير عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وان شاء الله تلقاكم هذا لا فيديو كامل كامل بخير. دو مون كوتي سافا الحمد لله. الوغ اليوم راني جبت لكم واحد التحليه بزاف بزاف بنينه لشهر رمضان المبارك، غير خبيوها باش تلقاوها ديروها في رمضان. خليكم لاخر الفيديو تشوفوا هاد لا غوسيت. والحاجه الاولى كيما راكم تشوفوا راني بديتها لكم من برا، كنت قاعده في البحيره نتاعنا مع هاد لو كالم هاد الهواء نقي، قلت علاش ما نفيلميش معاكم. ايا بديت من هنايا لا فيديو نتاعي، ودوكا رايحين ندخلوا للدار ونبداو بالتحليه تاعنا. وهاد التحليه راح نخدموها بلي فراز كيما راكم تشوفوا، يعني بدات لي فراز دخلت للسوق دونك ايا بدينا نشريو شويه منها. بصح يعني ما راهيش حلوه بزاف بزاف، بصح كي ديروها في هذه الوصفه ما تحسوش كاع بلي ما راهيش حلوه. يعني من اليوم ورايح انا ما راحش نستغنى على هذه الوصفه مع لي فراز، يعني خير ما ناكل حبه ولا زوج نديرهم ديريكت هاد في هذه التحليه. دونك الحاجه الاولى اللي درتها جبت شويه لي فراز كيما شفتوا، يعني درت دو بواط غسلتهم كامل، ومن بعد بديت نقطع فيهم كيما راكم تشوفوا، راح نقطعهم كامل صغار ونديرهم داخل هذا البورتمونجي وندير عليهم حوالي زوج مغارف ثلاثه تاع السكر ونغلق عليهم نخليهم حتى يطلقوا كامل الماء تاعهم. شوفوا هنا يا حبيباتي، حسيت كي شغل الكميه تاع اللي فراز نتاعي تضاعفت، هكا نحسها يعني خرجت لي كميه كبيره، خير من اللي نخليها حبه حبه ونديوها ناكلوها هكاك. يعني هاد التحليه عجبتني. افغصا ما تنساوش حبيباتي نخلي لكم هنايا انستغرام نتاعي اللي مازال ما ابونيش، تروح تابوني، راح نخليه هنايا وراح نخليه ثاني في لابوط دانفو. وفي جهه واحده اخرى حبوباتي راني وجدت لتر ونص تاع الحليب، ست مغارف كبار تاع لا مايزينا يكونوا معمرين، وخمس مغارف تاع السكر. هنايا السكر يعني كيما تحبوا، تقدروا ديروا خمسة ولا ستة على حسب اللي يحبوا، يعني حاجه حلوه بزاف ولا لا. دونك انا هنايا درت كميه كبيره كيما شفتوا، درت لتر ونص، بصح نتوما تقدروا ديروا نص لتر ولا لتر. انا هنايا في لتر ونص خرجوا لي 13 كاس، دونك رايحين يعني تشوفوا معايا. اذا تديروا يعني نص لتر بين بلي راح ينقصوا لكم، ديروا على حسب الافراد العائله تاعكم. واذا درتوا الكميه صغيره نقصوا توجور في لامايزينا والسكر. فوالا هذه هي، انا زدت هذيك لامايزينا مع السكر وخلطت كل شيء بارد في بارد، ومن بعد نحطهم فوق النار ونكمل يعني نخلط حتى نشوفها يعني بدا هكا يعني تخثر شويه، بدا يولي ثقيل. شوفوا هاد ست مغارف اللي درتهم ما يوليش زعما هذاك الثقيل بزاف، باسكو راح ندخلو للفريجيدير يزيد ثاني يعني يتجمد. شوفوا حبوبات القوام تاعو هنايا كيفاش، اللي يحب القوام اكثر من هكا يزيد المايزينا، يعني هاد حاجه ثاني اختياريه، كل واحد كيفاش يحب يعني ياكل التحليه نتاعو. دونك واش راح ندير دوكا، راح نحيها فوق النار وندير لها لافاني، يعني لافاني خلوها في الاخر. بعدا لهنايا بديت نعمرهم في ليفيرين تاعي، دوك راح نزيد ليفيرين واحد اخرين بيسك هادو يعني ما كفاونيش، قلت لكم يعني خرجوا لي 13. بصح ما تعمروهمش كامل للفوق، يعني خليوا لابارتي باش نزيدوا لها لي فريز ونزيدوا ثاني الفلون. يعني دوك راح تشوفوا معايا كيفاش راح ندير هاد لو فلون. بعد كي كملت عمرتهم كامل، شوفوا الله يبارك شحال خرج لي، دوك راح نديرهم في الثلاجه باش يبردوا، يعني حتى تشوفوا هالطبقه بردت باش تزيدوا من الفوق. وكي نحيتهم للفريجيدير جبت لي فريز نتاعي، شوفوا كيفاش طلقت الماء تاعهم، ولاو ثاني يعني حلوين بزاف مع هذاك السكر، ولاو عندهم قو بزاف بزاف بنين مالغري زعما كي شريتهم يعني ماشي كاع حلوين، كاين حبه نلقاها حلوه كاين حبه نلقاها قارصه. دونك يتما مع هاد السكر ولاو لي كامل كيف كيف. ايا نبدا نحط شويه لي فراز في ليفيرين تاعي، يعني نوزعهم كامل من الفوق كيما راكم تشوفوا. وكي
كملت عمرتهم كامل. جبت بطاطا فلون تاع 50 غرام، هذه تاع نوارا لقو تاع لي فريز، نذوبها في الكاس تاع ماء، نخليها حتى تغلي، تبدا برك تغلي ونطفي عليها. وكي نحيتها فوق النار خليتها برك يعني تخرج لها هذيك سخانه بزاف، تما راهي سخونه بصح مهم استنيت شويه باش نعيد تخرج هذيك سخانه. ومن بعد بديت نعمرهم بالفوق كما راكم تشوفوا، يعني حتى نغطي كامل هذيك الفراز. وكي نكملهم كامل ندخلهم للفريجيدير، نخليهم يتجمدوا يعني حتى يتجمد كامل هذا الفلو من الفوق. واحد اللي يقول البنات واش نقول لكم، هاد التحليه سهله وبنينه ومملي فرساني من اليوم ورايح، يعني تقدروا تخدموهم هكا خير من اللي تاكلوهم حبه حبه. وبالك تروح لكم هاد الوصفه، غير خبيوها لشهر رمضان المبارك، واذا سيتوها دوكا ولا في رمضان بعثوا لي لي فوتو في الانستغرام هكا باش نبارطاجيهم معاكم. ومن بعد هنايا كل حق الليل وقت السهره، جبت واحد الشومبارتي، جبت البيسي تاعي باش نقرا الكتاب نتاعي مع هاد التحليه، بزاف مليحه للسهرات يعني من في رمضان ان شاء الله للسهره تديروها. ولهنايا لحقنا لافات على فيديو، ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم، وما تنساوش تخليوا لي كومونتير شباب وتابونيو لاشين تاعي، واللي دخلوا جديد نقول لهم مرحبا بكم كامل كامل القناه قناتكم، ان شاء الله يعجبكم المحتوى. اتهلاو بزاف بزاف في روحتكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه. باي باي.